يلا نشوف نبدأ بأول مواجهة وأول اشتباك مع مين؟ مع حسون. أول مواجهة وأول اشتباك عند مين؟ عند مين؟ عند مين؟ عند حسون. يلا حسون، يلا حسون، متعنا يا حسون. حسون يبدأ بالثلج الحمراء، حسون يتقدم، حسون يتقدم ولا متعنا يا حسون. حسون ضد ما بعرف ضد مين. شوف لي تحياتي للثلج الأصفر. مين انتقم؟ مين انتقم الثاني؟ يلا هاشتاج يا شباب، هاشتاج. كبيرة جيتك حسوني، وينك؟ كبيرة وينك حسوني؟ ضد هذا الشباب نفسهم مستقعدين. اي والله يا شباب، حط له حبة كبيرة هيك في راسه، حبة حمراء. يا كثير ارخام، كثير ارخام، كثير ارخام. مستحيل مستحيل، انا شفت كثير ارخام راس طار يا شباب. مرحبا شباب، كيف تكونوا بخير؟ تمامين حالكم. بس قبل تبدا الفيديو، صلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اسنتم مشترك تحت، انزل تحت اشترك وفاز رجاس، حط لايك هذا الفيديو. فيديو اليوم يا جماعة الخير 1v1 مع المتابعين في بس علي عمر، في تعليق علي عمر. طبعا جماعة الخير اللي تابع بس الاسطورة علي عمر بيعرف هذا الشيء، فهو كان المعلق وهو اللي حمس صراحة، هو اللي حمسني يعني والله يا جماعة الفيديو اسطوري، كله حماس وكله تعليق يعني والله الفيديو بيستحق المشاهد، بيستحق اللايك. اكتبوا تحت في التعليقات يا جماعة الخير اذا عجبتكم الفكرة، نسويها كمان لجماعة الخير. ربي يسخن يا رب. رابط حساب الانستغرام تحت في الوصف. اتمنى من الكل يتابعني، وكان معكم اخوكم حسوني. اترككم مع الفيديو، هذه ممتعة. طيب يلا نشوف حسون. حسون أسطورة الزمان في البرغاتوري في الساحة والمنطقة، يتمخطر الأسطورة، يتمشى الأسطورة، يبحث عن الراس ويبحث عن الفرصة الدائمة لتطير الراس. هل يستطيع؟ هل يفعلها حسون؟ هل يطير الراس حسون؟ هل يستطيع؟ ونشوف هون عندنا الراس يطير. هل يستطيع الراس يطير حسون؟ يلا بالام بي 5 يا حسونة. تستطيع 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 يا اسطورة، بالام بي 5، تستطيع ان تفعلها، تقدر تديرها. الله لو يفعلها، الله لو يديرها حسون. الله لو يفعلها، الله لو يديرها حسون. حولتني وانا احط الكاميرا فوق وتحت. اوه بالبيستول، محاولة تطير الراس بالبيستول من عند حسون. حسون حسون يحاول مرة اخرى، يحاول ان يحط الراس. اوه حسون يوزع الكاميرا حسون. بالهيد شوت الراسي طيب لحسون. يا ناس يا سلام، فعلها حسون، فعلها حسون من غير احساس، فعلها حسون من غير احساس. حط الله عليك يا فرنان. كفو كفو كفو، يلا مهند مهند. انا بشتبك مع واحد، انا بشتبك مع واحد. سوف يفعلها. انت بشتبك حسون حسون حسون، بشتبك مرة ثانية. لحن بوت، لحن بوت سوف يمتعنا بالون شوت. طاروا حسون، سوف يعطيها له ويحطها له حسون. تستطيع يا حسون، ليست صعبة بالنسبة لك يا حسون. جرب، حاول، عطيه، حطها له في راسه. حسون يعرض مؤخرته على البث. حسون كفو قريت بومبا بومبا بومبا. يا سلام يا سلام يا سلام، هدف هدف. أسطورة الزمان يتمشى في الساحة والميدان. لحن بوت، لحن بوت، لحن بوت، لحن بوت، لحن بوت يحاول. ماذا تفعل يا لحن بوت؟ لحن بوت سكر حاله. لحن بوت سكر حاله. اوكي طلع 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 طلع. وينك يا حسون؟ لحن بوت يبحث عن حسون، يبحث عن حسون بالثلج الحمراء. لحن بوت، لحن بوت سوف يفعل. لقلك حسون، لقلك. اوكي طلع. طيب اوكي طلع. لحن بوت تستطيع يا لحن بوت، تستطيع ان تطير حسون. تستطيع كفو، تستطيع يا لحن بوت. لحن بوت يعزف على العود. يبلع ثاني. كفو كفو حسون. حبه حمراء، حبه حمراء صغيره من عند حسون. حبه حمراء صغيره من عند حسون. خليه يعبي دم، خليه يعبي دم. لا 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 خليه يعبي دم، المفروض يا حسون. حسون والله والله حسون، روح روح. حسون ليك ورائد قدامك حسون. روح لاندرات حسون، روح روح. وين وين؟ نفس اصبر. يلا بدا الاشتباك، بدا الاشتباك بين حسون ورائد والبي رائد. حسون ضد البي رائد. هل البي رائد سوف تطير راسه ام راس حسون سوف تقع في ارض برازيليا؟ راس من سوف تطير؟ يلا يا حسون تستطيع يا حسون.
الله لو يفعلها حسون، الله لو يفعلها رائد. اشتباك عزون 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 اطلع اطلع عزون رائد عزون عزون اوكي لاعبين كل عزون الكل عزون يا شباب الكل عزون الكل عزون ونشوف ماذا سوف يفعل حسون رائد ماذا سوف يفعل حسون رائد شرشبيل كلم احمد خليه يجي عبو ماذا يلا يا حسون يلا يا رائد رائد الجهارية حسون بالفجر الحمراء الاسطورية ومحاولة والشوف اسطورية تبيت بالفجر بالعب حسون الاثنان عالقين الاثنان في نفس التلجة في نفس المربع حسون تستطيع يا حسون حاول مرة اخرى حسون اوكي البي رائد اين ذهب البي رائد البي رائد الاسطورة البي رائد اسطورة الزمان متواجدون في الميدان يبحث على حسون حسون يبحث على رائد الدمج الاصفر لا الدمج الاصفر لا يا شباب هاشتاج لا للدمج الاصفر هاشتاج يا شباب جماعة الشات حطوا لنا هاشتاج لا للدمج الاصفر يا شباب نشوف البي درعاوي اشتباك حماسي اشتباك اسطوري اشتباك ناري بين البي رائد و حسون راسمان سوف تطير راسمان سوف تطير يا شباب راسمان سوف تطير نشوف حمراء اسطورية من عند حسون حسون يحاول مرة أخرى يحاول مرة أخرى أن يعطيه الحبات في الراس حبات حمراء مرة أخرى في الراس خلاص روح الزون يلا هاشتاج لا للدمج الاصفر يا شباب الكل يكتب فائز مين راح يكسب والله اثنين بيلعبوا صراحه الاثنان اساطير الاثنان لاعبين اسطوريين الحسونة الثلج كفو حسون لا مش طول ايش هو هذا يا حسون يلا حسوني هو هذا شنو هذا الرصاصه الحمراء اعطيها له يا لطيف زون يلا هاي قدامك سريع يلا هو اشتباك اسطوري بين في اي بي 19 واو حسونه راس من سوف تطير على سكه القطار يضرب مهند الغدار مهند الذي لا يعطي فرصه للناس انها تعبي دمه مهند الخنزير يتقدم بالميكروفون الذهبي دير بالك تعبي دمك حسون اعطي قدره يلا مهند اعطيهم يا مهند مهند بالقميص الاحمر الحمراء والدمج الاصفر يلا يا مهند اطلع في نفس الدرجة حاول يا مهند اعطيه يا حسون تستطيع حسون حاول يا حسون وحاول توجه في العد حسون ولكن الثلجة موجودة في وجه حسون حسون سوف يحاول هل سوف يستطيع حسون هل مهند مش ممكن يا حسون أسطورة حسون والله حط حاله حسون يبلع لمن البويا لا صديقنا أكشن جي كفو زدت لك ثلجة ليكو هاي لحن يلا هاي يلا زدت لك ثلجة شوف مواجهة أسطورية عالمية بين مواجهة أسطورية بين لحن بوت كمل يا درعاوي كمل أنا وياك نعم مواجهة أسطورية عالمية بين لحن بوت وحسونة من الفائز من سيطير الرأس الثاني حسونة بالدرجة السريعة لحمود كفو حسونة هيتشوت عالمية أسطورية ماذا حسونة فعل ذلك حسونة الذي لا يرحم الذي لا يتفاهم لم يتفاهم معه لم يضعف لم يعطيه فرصة للتنفس لم يعطيه فرصة للمواجهة حسونة يطير روح حسونة يجلد والله ما بعرف شو يجلد المحترفين تعال حسوني انا وانت تعال يا ستار الراس